أنا في حالة جيدة هنا، هي ثاني مرة آتي للمغرب. السنة الماضية استمتعت بالحضور، لعبت مع الزملاء بشكل رائع. من الجميل أن أكون مع نخبة من اللاعبين. عندما اتصل بي عثمان للقدوم إلى المغرب فقبلت الدعوة بدون تردد. العودة إلى هذه المدينة أمر خاص بالنسبة لي من خلال لقاء الجماهير وأيضا اللاعبين فوق عشبي هذا الملعب. سيكون من الجيد أن نلعب يوم غد بمدينة العيون.